Those are great questions, highlighted by the هذه fact الأسئلة that the Iraqi التي يؤكد عليها حقيقة أن الحكومة العراقية داعمة تماما لإحياء الاتفاق النووي، وأيضا المسؤولون في بغداد يرغبون في المساعدة في تيسير واستضافة المحادثات ما بين السعودية وإيران. العراقيون مدركون تماما كيف أن المشاكل الإيرانية مع الدول العربية وإسرائيل والدول الغربية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من العنف والاضطرابات والقلاقل على الأراضي العراقية. رأينا صدامات بين قوات الولايات المتحدة وإيران، القوات الإيرانية أو القوات المدعومة من إيران، وأيضا مقتل سليماني وعدة حلقات أخرى. فأنا أعتقد بأنه من الممكن تماما إذا كان الاتفاق إذا انهارت محادثات الاتفاق النووي، ما ذكرناه عن سوريا يمكن أيضا أن ينطبق على العراق، من حيث أن هذه الدولة يمكن أن تكون منطقة ساخنة ومحمومة أكثر وأكثر في مثل هذه المواجهات. وأيضا هناك قلق كبير من أن الحكومة أو مسؤولي الحكومة العراقية قد أعربوا عنه، وهذه المخاوف في محلها تماما، وهو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إذا فشلت فيمكن أن تكون العراق هو المكان الذي سوف يخرج عن السيطرة.